حتى انت وانا كنا عايشين هكا، راه ولينا فقراء. شكون دابا فيكم؟ وراه هضرت على هذاك النهار في الفيديو، قلت لكم غيري هذا باش ما تحسي على انك تغيرتي في سميتو ديالك، لانك كنتي كتشري حاجات دابا ما تقدريش تشريهم. دابا بديك الميزانية ما تقدريش تشريهم، ملي ما كتقدريش تشريهم راه كتحسي لداخل فيك، واش انا وليت فقيرة؟ واش انا وليت من دوك الدخل المحدود محدود محدود؟ كتحسي. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. حبيباتي الغاليات، بزاف فيكم كيكتبوا لي في المنتدى وفي في الفيديوهات كيقولوا لي طاقة وهذا، هكا انا دايره هكا، يعني ضروري الانسان. ولكن راه مرة مرة حتى انا كنقندش، وكان كتلقوني طالع عليا القرده للسطح وكتهرس عنيقها فاش كتطلع للسطح. حبيباتي الغاليات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. حبيباتي الغاليات، اليوم تيات فيديو غريب عجيب غريب عجيب. شت في بزاف ديال اللي حاطين في اليوتيوب ناس عرب، ماشي مغاربه، ما شت حتى مغربي حاط فيديو، ولكن ما شت مغربي، ماشي كلشي المغاربه انا متبعهم، يعني عرفتوا دابا الفيديوهات كطلع لك داكشي اللي كتبعي الاخبار، كتمشي كتقلبي لها هي كطلع لك. دابا مثلا انت قلبتي على خديجه الصحراويه غتبقى نطلع لك، ما قلبتي عليا راه ما غاديش نطلع لك، لهذا بقاو قلبوا عليا باش نبقى نطلع لكم في الفيديو. في الفيديو طبعا ماشي في الراس. السماعات ديالي طاحوا. اولا عندنا واحد البرد 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 البرد، السم دابا ديال البرد، راني لابسه هاد المونطو هذا يا حبيباتي الغاليات، كنت درت القب ودرته ولكن ما كيغطيليش راسي، يعني كيبقى مفتوح لي، ما داكشي درت الزيف، ولكن راه البرد 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 البرد. حبيباتي الغاليات، الاتحاد الاوروبي جن جنون، واوروبا جن جنونها، وقلت لكم شحال هذا، قلت لكم العالم راه ماشي وكيتغير. العالم قلتها لكم وشرحت لكم بزاف، وعطيتكم بزاف الكتب، الناس اللي متبعوا كتقرا الكتب ديال النظام العالمي الجديد، والناس كتكلم على النظام العالمي الجديد، راهي اي شي حاجه شافتها غادي تفهمها وغادي تفهم فين غادي. انتم شفتوا قبل شهر تقريبا ايام كي الناس كتسجل، سجلوا سجلوا سجلوا، راه كاينه مساعده، راه كاين هذا، راه على حساب هذا، راه الراميد، راه هذا. نو 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 نو، قال هذاك نو 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 نو، وي هما غيبدلوا الرماد بشي حاجه، ولكن الاساس راه ماشي من هنا، راه من الفوق كيجي، من صندوق النقد الدولي، من البنك الدولي كيفرض على الدول تحصي الناس، تشوف شكون الخدام، شكون المنتج، الشواهد الدراسيه، شحال الوليدات، شحال هذا، كل شيء داخل، هذا الشيء داخل في بداية داكشي اللي وقع في الصين عامين هادي، كلشي كلشي ماشي معاه. الناس اللي متبعة الأخبار والناس اللي يعني كتقلب على الحاجة تستفاد، كتشوف شنو واقع في السويد، في السويد، في دولة السويد، ألمانيا، الناس اللي متبع الاخبار ومتبع هادشي اللي كيوقع في العالم وفي الاقتصاد وفي التضخم يعني كل 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 هادشي، واللي عنده الوليدات طبعا راه خاصو يقرا، واللي في اوروبا واللي في المغرب وفي كل بلاصه، في الدول العربيه، في الجزائر، في كل بلاصه خاصو يتبع هادشي، كيشوفوا على انه في المدارس من الروض ولاو كيشرحوا للدراري الاطفال بعض الاشياء اللي حرمها الله سبحانه وتعالى، وكيفهموهم على انها عاديه، من الروضه، من الماتيرنال، من دراري عندهم 3 سنين 4 سنين 5 سنين، وزيدوا زيدوا زيد، وكيقول لك لا هذه حريه وهذا. بعض الدول وصلت بها المواصيل، قالت لك ما تعطيش السميه لولدك، راه جاية جاية جاية، راه غادي تعم كل شيء في الدول الأوروبية وفي الغرب، فماشي غير الدول الأوروبية، في كندا، أمريكا، بزاف ديال الدول، نيوزيلندا، أستراليا. ما تسميش ولدك حتى يكبر يختار سميتو،
عيطي له غير يا الولد، عيطي لها يا البنت، بنتي ولدي. ما تحدديش الجنس ديالو، هو الخاص الخاص هذا راه يعني صافي في واحد الدولة صافي ولا مطروح. يعني ما تقوليش لولدك على أنه رجل. كنحاول يعني بزاف، خايفة الفيديو تضرب والله، خايفة. وما تقوليش لبنتك على أنها تكون سيدة أو امرأة في المستقبل، يعني غادي لا. المهم هذا الشيء كامل رهبادي، وحنا شفنا هذا الأسبوع هذا الناس خرجت في السويد، جو من بريطانيا وجو من الدنمارك، وخاصة الدنمارك جو باش يحرقوا الكتابنا المقدس اللي هو القرآن. وكانوا بحراسة أمنية، والناس اللي كانوا غضبوا على هاد الشيء هما اللي كانوا كيمشوا كيتعاقبوا. هما راه ماشي غير الدين ديالنا حنا الإسلامي اللي كيخلعهم، كيرعبهم. والاتحاد ديالنا فاش كيشوفونا اتحدنا حنا كمسلمين كيخافوا، كيجيهم الرعب، ما كينعسوش، كيجيهم كوابيس. اي تقدم تقدمنا احنا فيه او اي شي حاجة درناها كندمروهم، وكيمرضوا وكيجتمعوا وكيديروا اجتماعات سرية وكيديروا اجتماعات علنية واجتماعات مع المتواطئين معهم منا باش يهرسونا. اي دولة شفتوها هرسوها بحجة انه فيها كذا كذا ودمروها دابا، وكتشوفوها كيفاش ولات بزاف ديال الدول، بزاف ديال الدول، العراق، ليبيا، سوريا. صحيح ما كاين حتى دولة عربية فيها الديمقراطية المطلقة. الديمقراطية احنا عندنا الديمقراطية كتفصل تفصيلا لبعض الناس في دولنا العربية، كل الدول العربية. ما نكذبوش، ما نقولش انا مثلا احنا عندنا الديمقراطية ولا الجزائر عندهم ديمقراطية ولا السعودية ولا الامارات ولا هذا، لا. الديمقراطية مفصلة عندنا جاهزة، والتهم والظلم مفصل جاهز على حسب انت شنو كتفكر، شنو كتقول. سوريا ما فيهاش ديمقراطية كانت، ولكن سوريا كان عندها الاكتفاء، قربت توصل للاكتفاء الذاتي من الحبوب، القمح، الشعير، الحبوب اللي كتاكل، يعني قربت ما بقى لها والو، كانت توصل او وصلت الاكتفاء الذاتي، ما بقاش كتجيب كتستورد، يعني ما تلاش عندها ولا عندها مخزون ديالها. يعني واحد الوقت ما غاديش تحتاج هي لاي دوله، هنا لا خاصها تهرس. وبزاف ديال الدول. حنا دابا انا ما باغياش نهضر، انا ماشي هذا هو الموضوع ديالي. الموضوع ديالنا دابا اشنو الاشياء. ثانيا قلت لكم ماشي غير الدين ديال غير الدين الاسلامي هو اللي كيرعبهم، كيرعبهم اي دين مبني على كلمة الله، يعني سواء المسيحية أو اليهودية. اليهود الحقيقيين اللي كاينين في فلسطين، اللي ساكنين في فلسطين قبل ما يدخلوا الثانيين، اللي هما ضد هادو، راهم كاينين معاهم في دائما في كيخرجوا لهم مظاهرات وكل شيء. الا متابعين هاد الاخبار هادي، راه كاينين يهود ضد الاحتلال لدولة فلسطين، وهما ماشي مع هاد الشيء. هما يهود قال لك احنا ساكنين ارض فلسطين بالجنسية الفلسطينية،
يعني عندهم في الاوراق ديالهم كانت الجنسيه الفلسطينيه زمان قديم، مثلهم مثل كاين اليهود وكاين المسيح وكاين الاسلام في فلسطين. كاينين ثلاثه ديال المعابد، كاين المساجد وكاين الكنائس وكاينين السيناغوج، ما نعرف اسمها، بالمعابد الديانه اليهوديه من قديم الزمان كانت، وكانوا الناس متعايشين مع بعضياتهم بخير وعايشين بخير والسلام والحب والوئام بيناتهم، وهما ضد هذا الشيء. هذوك المتدينين الحقيقيين شادين الدين اليهودي الحقيقي ديالهم، محرف ما محرف، شادين ومحرف طبعا، ولكن شادين على الاقل احسن من الاخرين، وهما ضد الظلم وضد هذا الشيء، كيخلعوهم حتى هما. المسيحيين الحقيقيين المتدينين الحقيقيين اللي ضد الظلم وضد بزاف الاشياء اللي هما حتى هما كيخلعوهم. ما تقولوش تقول لي الفاتيكان، ولا الفاتيكان هو مؤسسة مسمية راسها مسيحية، الديانة المسيحية، ولكن لا راه ماشي الديانة المسيحية. الفاتيكان هو مؤسسة لهذا الرمز، البنات كيعرفوا هذا الرمز، هذا مثلث فقط، وتحت الفاتيكان كيوقعوا كيديروا، ما بغيت نقولها باللغة العربية، ما بغيت نقولها باللغة الفرنسية لا بالهولندية، لا كيوقعوا كيديروا اسمها كيتصدقوا صداقة، نديروها بحال هكا، كيتصدقوا على هذاك اللي عنده جوج قرون. غنتكلم معاك بالاشارات في هذا الفيديو. هذاك اللي عنده جوج قرون اللي حنايا اللي لعنوا الله سبحانه وتعالى خرجوا من الجنة، كيديروا له كيتصدقوا عليه صدقة هدية، كيهدوا له هدية في الفاتيكان. ما عرف واش مرة في الشهر، واش مرة في شهرين، واش مرة في السنة، واش مرة في الأسبوع، ما عرفت امتى، ولكن كتوقع. وهذيك الهدية هي هي والله بغيت، يا ريت قلت لكم واحد النهار في الفيديو، قلت لكم يا ريت نكونوا جالسين في واحد البلاصه ونهضروا على خاطرنا، ما كاين حتى مراقبه، ما كاين حتى شي حاجه. انا ما نبغيش، باغي نوصلكم بزاف المعلومات، ولكن ما بغيت عاوتاني قناتي الضر. الهدية هي إنسان في حجم صغير كتهدى لهذاك الملعون اللي لعنه الله سبحانه وتعالى إلى يوم الدين. مهم، هذا غير بغيت نوريكم زعما، كاين باش ما تقولوش لا حقا راه هما هذا الفقيه الكبير ديالهم لو باب وداك الشيء راه ما كاين داك الشيء، راه كل شيء هذاك الشيء راه تابع لهذاك الملعون، اللي هما اي واحد دخل في هذاك الحزب ديالو كيطلع كيولوا كيعطوه الفلوس، كيطلع كيعطوه الشهرة هذا، ولكن دائما مهدد، وخاصو يدير دائما علامات في هذا، يحط علامات في الاغاني ديالو، الا كان ممثل في الافلام ديالو، الا في الصور في المهرجانات في هذا. وكتشوفوا عندنا بزاف ديال الممثلين وبزاف ديال المغنيين كيديروا هذوك العلامات، وكيديروا هذوك ليسين في سواء في الغلاف ديال السيديات ديالهم، ديال في المسرح، في اي حاجه كيديروها. نجو دابا لشنو اللي قال الاتحاد الاوروبي غادي يوقع يدير. هما كيقول لك لا حقا، ما تقتلش الدجاج، ما تقتلش البقر، ما تاكلهمش، وهذا. وكاينه واحد، انتم عارفين كاين الناس اللي ضد اكل اللحوم، البقر، الحيوانات كامله، البقر، الدجاج، كل شيء، كيقول لك لا حقا لانهم هما كيحبوا الحيوانات وخايفين عليهم وكيوت هكا ما بغاو. ولكن
هي هذيك غير شوف كاينين بحال دابا انا كنجي وكندير واحد الجمعيه، وهذيك الجمعيه تكون سريه، وكنقول خاصنا ندير واحد سميتو نخرج واحد القانون، ماشي قانون، ندير واحد الحاجه نخرجوا بها للعلن، نديروها ونخلو الناس تتبعنا. لانه اي حاجه خرجتي بها، شتي دابا الا خرجتي مثلا وهزيتي واحد البلاستيكه كحله ودرتي لها بحال هكا بقيتي غاديه بها في الشارع، ضروري غتلقاي شكون يتبعك ويديرها، ضروري. التقليد كاين في كل شيء. قلتي بقيتي ماشيه وكتمشي على رجل واحده واحد المده، غتلقاي واحد الناس كيمشيو حتى هما على رجل واحده، ياك؟ صافي خرجوا هادو قالوا ما ناكلوش اللحوم، اي لحوم خرجوها. علاش؟ كان من بكري يعني جايه. ما عرفتوش كاين شي واحد فيكم هنا قرا بروتوكولات اللي قراهم راه غيعرف شنو كان قصد بروتوكولات بني. هما اصلا ممنوعين في الدول العربيه والدول الاسلاميه ما نعرف، وممنوعين حتى في اوروبا، كانوا ممنوعين في واحد الوقت في اوروبا في هذا. نشوف اش بروتوكولات هكا. انا عندي حكماء، بروتوكولات حكماء، كتبوا غير بروتوكولات حكماء وغطلع لكم في جوجل دابا، كتبوها، شدوا بورطابل نعطيكم جوج دقائق وكتبوها. في هادوك البروتوكولات الا قريتوهم غتعرفوا وتفهموا كل شيء. صافي وما باقيش تولوا اي حاجه كتشوفوها في الاخبار، في جديده في العالم، اي شيء حاجه كتفهموها. صافي اللي قرا هذا الكتاب هذا غيفهم كل شيء شنو جاري في العالم وشنو كاين. المهم دابا اشنو خرجنا الاتحاد الاوروبي، البرلمان الاوروبي قرر، قال لك يوم 23 في شهر واحد هذا العام 2023 غادي يكون مسموح او غادي يكون مفرض توكلوا في الاكل الاطعمه كامله، سواء الحاجه كتصاوب من الطحين، سواء الحاجه اللي كتصاوب الشوكولات وهذا. وراه داك النهار كانوا قالوا خرجوا حق الشوكولات فيه سراق الزيت، قالوا لي كلشي الشوكولات فيه سراق الزيت، كلشي الشوكولات فيه سراق الزيت، كيطحن وكيكون معاه. وقالوا ما شكون بحالاش خرجوها وداك الشيء، واش بغاو زعما هذا. المهم دابا قال لك اسيدي غادي يسمحوا باش يكون في الاكل في الاطعمه ديالهم في الاتحاد الاوروبي يكون فيها اكرمكم الله اعزكم الله والله وحسبنا الله ونعم الوكيل، غيكون فيها الدود، ديك الحشره كتكون في الدود الكحله، الجراد، يعني دوك الحشرات لي زانسيكت، الحشرات كامله عادي تكون في الاكل لانها فيها البروتينات قالك. وباش يعني العود اللي غادي انت تبقى تاكل الدجاج تاكل هذا تاكل هذا، علاش؟ لانه جايين بواحد المجاعه، غيديروا مجاعه في العالم، كيهيئوك كيوجدوك كل حشرات اكلتيهم في الكاطو، كليتي الكاطو في سميتو الدري الصغير الكوتي هذا الفطور، لا بدا تاكلي شي حاجه وفيها الحشرات. صافي ملي تشوفي تخرجي توكي الحشرات كتقولي راه اصلا كليتهم انا في الخبز، اصلا كليتهم في هذا، فهمتو؟ لانه جايين. اللي تفرج ذاك النهار في الاخبار، كانت اخبار عاجله اليوم كامل طول النهار، نسيت اسم النهار، ولكن كانت في هذا الشهر واحد المطارات ديال امريكا توقفوا فيها، كان فيها خلل في الكمبيوترات ديالها، الطيار ما قدروش يهبطوا، ما قدروش يطلعوا، ما قدروش يدوزوا فوقها، يعني ما يقدروش يعطوهم حتى ما عندهمش معاهم، ما بقاش عندهم تواصل مع الطيران، مع انواع الطيران. و الى لاحظتوا كان تقريبا من 5 الصباح هو عندهم مشكل حتى شي الوحده هكاك ديال النهار. المهم التغات شي 2000 رحله ديال بعض الشركات،
وقفوا بزاف ديال هذا في اوروبا، ما قدروش يمشوا، السلع، الناس. ورغم ذلك ما طلعتش الناس، قالت لا عندنا خسارات، عندنا هذا داكشي. داز مرور هذاك النهار كان عاجل، خبر عاجل، ومن بعد صافي عاد داز. انتوما كتظنوا على انه امريكا غادي وقالوا حق راه ماشي شي حاجه مفتعله، راه غير عندنا خلل في الكمبيوتر. هذاك الشيء كان غير تجربه كيهيئوا الناس، كيوجدوا الناس. راه قلت لكم، وقال ماشي انا اللي قلتها، انا جبتها منهم، هما اللي كيقولوها. غادي يقطعوا الانترنت على العالم، غيقطعوا الكهرباء على العالم، غيديروا بعض الاشياء في العالم. المهم حبيباتي الغاليات، هذا الشيء كامل 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 تحضير. وإلا لاحظتوا في بعض الدول العربية، لأن الغرب ما كيحتاجوش، الغرب عارفين محصي عندهم الناس كاملة كيفاش خدام، هذا شحال عنده، كل شيء عندهم في الكمبيوترات، يعني عارفين هما شكون اللي غيخلوه، عارفين شكون اللي غيحيدوه. في الدول العربية ولاو كيديروا المدينة الجديدة. في الأردن دابا راه يلاه بدات فيها، الإمارات بدات فيها شحال هذا، ودارت الكنيسة والمسجد والسيناغوغ اللي أنا ما عرفت سميتو، ديال اليهود باللغة العربية اللي عرفتو تكتبوا لي. واش السيناغوغ؟ ما عرفت، يمكن السيناغوغ بالعربية، ممكن. ده جمعوهم في واحد المكان سماه الدين الإبراهيمي، يعني سيدنا إبراهيم، وهذاك الدين تحته، يعني هذا كل شيء دخل يصلي ده. المدينة الجديدة في مصر، المدينة الجديدة في المغرب، المدينة الجديدة في الأردن، المدينة في الإمارات، المدينة الجديدة في السعودية، المدينة الجديدة ما عرف فين أخر، وفين وفين وفين. إيه ده؟ ليه المدينة الجديدة؟ يلا فكروا معايا، فكروا معايا، ما تفكروا انا راه ماشي انا جايه كنحلل ولا كنقول، انا راه كنجيب لكم غير ما قدرت نقول لكم تا 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 واحد زايد واحد تساوي جوج، ما قدرتش، ولكن كنقول لكم باش تمشوا تقراو، باش تشوفوا داخل الزيت، راه ماشي من عندي من عندك، راه فرض خاصك تغلي الزيت، راه من الفوق، راه من ماشي من المغرب، ماشي من الفوق في المغرب، الفوق الفوق، غلي الزيت، غلي الدقيق، غلي هذا، غلي هذا، الفقير يرجع فقير. دابا راه حتى انت وانا كنا عايشين هكا، راه ولينا فقراء. شكون دابا فيكم، وراه هضرت عليه داك النهار في الفيديو، قلت لكم غيري هذا باش ما تحسي على انك تغيرتي في سميتو ديالك، لانك كنتي كتشري حاجات دابا ما تقدريش تشريهم. دابا بديك الميزانية ما تقدريش تشريهم، ملي ما كتقدريش تشريهم راه كتحسي لداخل فيك، واش انا وليت فقيرة، واش انا وليت من دوك الدخل المحدود محدود محدود، كتحسي بألم، كتحسي بشي حاجة. هاد الشيء قراو قراو، الله يخليكم، الله يخليكم، ديروا كيما قال كيقول خبراء الاقتصاد، كيقول لك هذا الشاطر، الشاطر في الاقتصاد والشاطر في الحياة، اللي كينجح في كل شيء ما كيضيعش وقته في التفاهة، ما كيتفرجش في التلفازة. عندك اصحابكم هذوك المليارديرات اللي داروا الثروة ديالهم بالخدمة ديالهم وبالتعب وبالتحديات وبالاقتصاد، وعرفوا كيفاش يديروا المشاريع، راه ما كيتفرجوش في التلفازة، راه ما كيديروش الجيمز الالعاب، راه ما كيدخلوش، فهمتي، ما كيضيعوش وقتهم يتفرجوا نهار كامل. دابا نهار كامل تقدري تفرجي في التيك توك، تفرجي في هذا، هنا 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 هنا، كتضيعي وقتك في الاخر النهار، ملي تحسبي كتلقاي شنو استفدتي، شنو استفدتي فيكو، باش تعرفوا علاش حنا اليوم وصل عندنا الزيت 80 درهم، زيت واد سوس، ماشي الزيت المعصور، الزيت واد سوس ديال الشركة. علاش وصل عندنا البنزين اللي هي المحروقات لهاد الثمن؟ علاش وصلت عندنا مطيشة
5 دراهم 6 دراهم حتى 10 دراهم. قالت لي واحد البنت اللي قريت في التعليق ديالها، راه خالتي دابا المندرين والليمون 8 دراهم، وراه في رمضان غيوصل 10 دراهم 20 دراهم. راك عارفه رمضان الاسعار كيفاش كطلع فيه. الا لقيتي دابا ب 8 دراهم شديه، لانه غدا غيغلى. شدي بعدا كاين واحد الكميه، شدي 4 كيلو 5 كيلو ديريها في المجمد من هذا ومن هذا، وجديها رمضان لانك غتحتاج العصر في رمضان، فهمتي؟ والمندرين ما غيكونش اصلا في هذاك الوقت، والا كان غتكون شي حاجه قديمه ماشي جديده. علاش وصل عندنا وصلت عندنا الاسعار لهذا؟ علاش وصلت عندنا البصله 10 دراهم؟ علاش راه ما جاتش وصلت 10 دراهم هكاك؟ راه وصلت 10 دراهم لانه البنك الدولي، البنك اللي كيسلف لهاد الدول هادو الفقيره، حنا كنتحركوا بلادنا غنيه ولا بلاد غنيه، لو كان ما كنشروش الزرع، ما كنشروش القمح، ما كنشروش الفارينه، غنكونوا اغنياء. علاش؟ لانه عندنا ما ناكلو، عندنا مخزون. الله سبحانه وتعالى باش ما سيدنا يوسف عليه السلام باش ما يطيح الاقتصاد ديالهم هذيك الوقت، الله قال له خزن لمده 7 سنين، اللي ديك 7 سنين راه جايه واحد المجاعه. خزن يعني التخزين ماشي حرام، ماشي عيب، ماشي شي حاجه. التخزين امر بها الله سبحانه وتعالى سيدنا يوسف، النبي سيدنا يوسف. ودابا الان باقيين دوك الخزاين اللي كان كيخزن فيهم سيدنا يوسف القمح والتمر والزيت وكل المنتوجات ديال البلاد. علاش؟ لانك تخلي هذيك هي اللي كتخلي البلاد غنيه، لانك انت الماكله ديالك واللبس ديالك الا كتشريه من عند البراني راك محتاج. دابا غير باش تفهموا علاش خاصنا نكونوا ما محتاجين لشي واحد، خاصنا نكونوا ونقولوا دائما الله لا يلحقنا ولا يحوجنا لشي حد مهما كان، لا السبيطارات ولا حتى اللي يدير لنا مثلا ما عرف ما لا يحوجنا لشي حد. دابا انت نعطيك واحد المثال، مثلا كتجيبي واحد السيد يوميا يطلع يفتح لك باب السطاح ويفتح لك الشراجم ديال الدار، كتعودي كتعودي ما بقيتيش كتعرفي تفتحيهم. النهار اللي هذاك السيد يقول لك لا او يقول لك زيديني اعطيني الفلوس اكثر او هذا، خاصك انت تعلمي من جديد وغتلقاي صعوبه وغتلقاي لهذا. ونهار يكون ما كاين انت غادي تكوني اون بان، يعني غتوقعي في اون بان، ما عرفتها بالعربية دابا حاليا غادي نعرفها ان شاء الله. وغتقولوها هي في الكومنتير البنات. لهذا حبيباتي الغاليات خاصنا نكونوا نتعلموا حتى في دارنا، ما نكونش دائما متعلقه بمول الحانوت لاني متعلقه به، يعني بالاشياء الكبيرة، بالخبز لاني انا ما كنقدش نعجل الخبز، ما نعرفش، ما اتدلع. خصني نعول على نفسي وننتج الخبز في داري، ندير اشياء ننتجها في بيتي. واحد النهار بحال داك النهار تسدوا البيبان، كلشي كيعجن ولا كيعجن او كيجيبوا له اهله الخبز كاع الى قدو. يعني خصنا نتعلموا نكونوا منتجين، خصنا نكونوا منتجين، الدوله الفرد كلنا نكونوا منتجين، نتعلموا نكونوا على الاقل ننتجوا الاكتفاء الذاتي ديالنا، ديالي انا في داري، الدوله الاكتفاء الذاتي ديالها. لهذا اي دوله عندها الاكتفاء الذاتي خاصها تهرس. لهذا بعض الدول ما كان واخا تقعد تقول لك اللهم ما ندير الاكتفاء الذاتي، شوف هذاك راه فاهمه هي الدرس وكتمشي هكا 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 كتخبط. لهذا حبيباتي الغاليات الابناك هذا الناس كتحكم، الحفنه ديال الناس اللي كتحكم في العالم كتسلف الناس. منين كتسلفها؟ راه بزاف ديال الفلوس كنسلفوها حنا المغاربه، الدوله المغربيه كتسلف بزاف ديال الفلوس باش ديرها في بلادها، باش تنتج بها اشياء في بلادها. راه من فلوسنا اصلا مخرجينها بعض المغاربه حاطينها في ابناك برا وعاد كيسلفوها لنا هما بفائده، فهمتوا؟ وهذيك الفلوس
راه ما كتدخل منها غير 40 حتى ل 45% للبلد كتعطى. دابا مثلا نفهمكم، دابا مثلا انا دولة ومشيت قصت البنك الدولي، انا محتاجة قصت البنك الدولي قلت له عافاك سلفني واحد جوج المليار، جوج المليار مراكز سلفوا 100 مليار 50 مليار 30 مليار 40 مليار 4 المليار 7 المليار ديال الدولار. عافاك سلفني واحد جوج المليار، غيقول لي يا نسلفها لك ولكن راه غنعطيك غير مليار. مليار علاش ما تعطيه لي؟ لا راه غنسلفها لك ولكن هذاك المليار الاخر اللي غادي سميتو غادي تعطينا به مشاريع، يعني فلوس ها هو، ولكن غادي تعوضينا به باشياء في بلادك. شنو هي الاشياء في بلادي يا سيدي؟ البنك غادي يقول لي لا عندك، سمعت بلي كاين عندك واحد الارض يمكن فيها النحاس فيها الذهب، في عندك واحد البلاصه فيها الغاز، خليني شركات غيمشوا ينقبوا على داك، يقلبوا لداك الغاز، شركات غيمشيو يقلبوا على داك النحاس، شركات غيمشيو يقلبوا على داك سميتو، وغادي الشركات هما اللي يخدموا فيه برا. كتقولي ما وانا بغيت داك نقول ليه بغيت داك الغاز، انا محتاجه الغاز، غيقول لك راه غنعطوك، غادي تدخل في الشركه الفلانيه، والشركه الفلانيه هذه غتدخل مثلا ب 40% وهذه غتدخل ب 40%، غتبقى 20% 20% ديالك، يعني الانتاج اللي غتخرج هذيك الشركه من داك الغاز 40% غتدي هذه، 40% غتدي هذه، هي 80 و20% تبقى لك انت الا بغيت. كتقول وتعطيني جوج المليار، يقول لك نعطيك يلا سيني هنايا، وهكا كيديروا معاك هنا وهنا وهنا، وشركات وتخدمي شركات وديري، وهذوك الفلوس يتعطاو لك شويه بشويه. وغادي دير لنا هذا وهذا وحقوق الانسان، وتخرج لنا هذا وهذاك، راه ما كاين لا حقوق الانسان لا والو، راه غير هما داكشي كيديروه. سميتو شماعات باش يبقاو يخنقوا هذوك الناس وقت ما بغاو. هذه هي السياسة، كتمرض وكترجعك كتهضر بوحدك، ومنين كتعرفي هذا الشيء كامل كتكرهي وكتقولي علاش تبرر لي والله والله، منين كتعرفي هذا الشيء كامل تفهميه كتمرضي، احسن لكم ما تعرفوه الصراحة. شتو عيشوا بخير ما تعرفوش هذا الشيء، لكم اللي تعرفوه والله العظيم راسكم كيمرض يمرض يمرض بزاف. انا دابا دردش معاكم على هذا الحشر، جيتكم على هذا الشيء ديال اوروبا، هذا اوروبا اللي بغات توكل الناس الحشر، هي اصلا كتوكلهم ما عرف شنو، ودابا دخلت عليكم بالله هاد المسلمين المساكين. اش بغا وليدي؟ اش بغا؟ اجي اجي حبيبي اجي، طلع ليه الدم مسكين من هاد الشيء اللي هاد الشيء الحشرات. قال لك هاد البشره ياكل الحشرات اويلي، واحد الزغرات جاتني على امكم، هبلت ياك هبلت خديجه هبلت هبلت ادوني لبويا عمر. سمعت هادشي ديال الحشرات، قلت غادي ندير لكم فيديو ندردش معاكم، وانتم اعطوني 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 سميتو اعطوني الاراء ديالكم، حاولوا تناقشوا معايا هذا الموضوع، وخاصة تبارك الله عليكم، انا كان قرأت التعاليق ديالكم وحاسه بكم كاملات، وكنعرفكم كاملات في القناة المخلصات الوفيات القناة. ناقشوا معايا هذا الشيء، تبارك الله عليكم نتوما مثقفات عارفات، ناقشوا معايا هذا الموضوع عافاكم، لاني انا بغيتكم يناقشوا معايا، مريضه في عقلي، مرضت في عقلي في هذا الشيء والله مرضت، يا اما ما بقيتش غادي نقرا، يا اما ما باقيش كنقرا وكنسمع الفيديو ديال هاد ديال هكا الناس، ويا اما غادي ندخل حتى انا للتيك توك ونبقى نديرها وندخل نبقى نقول ندير شي فيديوهات ديال سميتو. ما نديرهاش، قال لي لا ويك، قال لي ديريها. لا حبيبي ما ديرتهاش، وني بكم راني نحبكم، ادعوا معايا ادعوا معايا قريب تفليبتا، وني بكم حبيباتي الغالية.